بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم هي عن الـ Eye Disorders. الـ First Condition هي Red Eye، وأحيانا المصطلح اللي يطلق عليها بالحقيقة هي الـ Conjunctivitis. Conjunctivitis هي Acute Inflammation of the Conjunctiva. الـ Conjunctiva هي الـ Transparent Surface اللي هو cover the white of the eye. And بالحقيقة بالحقيقة and the inside of the eye lid. فالانفلاميشن اوف ذا كونجكتيف احنا نسميه الكونجكتيفايتس. الكونجكتيفايتس مي بي يعني عندنا 3 كوزز، قد تكون بكتيريال، قد تكون فايرال او الرجيك. الكونجكتيفايتس بحد ذاته هي ويذر بكتيريال اور فايرال اور الرجيك، هي بالحقيقه الموست كومن اوكيلر كونديشن، الموست كومن اي كونديشن انكاونترد ان ذا كوميونتي فارماسي. اذا الكونجكتيفايتس ويذر بكتيريال اور فايرال اور الرجيك هي الموست كومن اي ديسوردر نشوفها بالكوميونتي فارماسي. والديفرنشيشن ما بين البكتيريال والفيرال والالرجيك از اسينشال فور ذا فارماسيست، لان مثل ما راح نشوف بالحقيقه هي التريتمنت مالتها تختلف حسب النوع. بالكونجكتيف there are very small or teeny invisible blood vessels. هاي البلد فيسلز مثل ما قلنا هي very small invisible، لكن لما يصير عندنا inflammation due to irritation or due to infection غيرها، هاي البلد فيسل يصير بيها dilatation and become visible، وبالتالي become visible وتعطينا red color اللي نشوفها بحالة conjunctivitis. patient assessment with red eye، اول الاشياء اللي نسال عليها نشوف الديوريشن. ليش؟ لانه الماينر اي بروبلم ار يوزوالي سيلف ليميتنج اند ريزولف وذين ا فيو دايز، ذيرفور اني اوكيولار ريدنس ابارت فروم سب كونجكتيفال هيموريج اند الرجيك كونجكتيفايتس ذات لاست مور ذان 1 ويك ريكوايرد ريفيرال. اذا اني ريدنس باستثناء السب كونجكتيفال هيموريج، هذا النزف بس راح نجي ناخذه، او الالرجيك كونجكتيفايتس، باستثناء ذني الحالتين اني ريدنس لاستنج مور ذان 1 ويك required referral. ليش استثنينا ذني السبكونجكتيفال هيمورج والالرجيك كونجكتيفايتس؟ لانه قلنا بالحقيقه الالرجيك كونجكتيفايتس والسب كونجكتيفال هيمورج هذه من الطبيعي انه هي lasting more than one week. لذلك لان هي حساسيه، بالحساسيه الموسميه يصير عنده الرجيك كونجكتيفايتس. الحساسيه الموسميه هي طيله موسم الطلع وطيله ما طول المريض يعني exposed to the البولينز والالرجين، وبالتالي هذه من الطبيعي انه هي لاستنج مور ذان 1 ويك. فاذا اني كونديشن اني ريد اي لاستنج مور ذان 1 ويك شود بي ريفيرد باستثناء السب كونجكتيفال هيموريج، لانه هاي من الطبيعي انه تبقى لنا اسبوعين، او الالرجيك كونجكتيفايتس اللي هي من الطبيعي ان تبقى طيله موسم الطلع. فهذه غير هذا اللي نسوي لهن ريفيرد. المسألة الأخرى اللي نشوفها نشوف الديسشارج. الديسشارج هذا الديسشارج احنا قد يكون ووتري اور ميوكو بيريلنت ديبندينج اون ذا فورم. بالبكتيريال كونجكتيفايتس يكون هذا ميوكو بيريلنت يصير يعني الديسشارج، بينما بال الرجيك كونجكتيفايتس بالفيرال كونجكتيفايتس يكون عادة ووتري. Associated rhinitis is sign and symptom of upper respiratory tract infection point toward viral cause of conjunctivitis. عادة ال viral cause conjunctivitis تجينا ويا ال common cold. فإذا ال patient عنده symptom of common cold يعطس ومنشول وخشمه يرشح وكذا وتجينا وياها عيونه حمر، هذا most likely أنه عنده viral conjunctivitis. Visual changes. Any loss of vision. يعني إذا البيشنت الرؤية ما تتأثرت أو فوتوفوبيا صار عنده تحسس من الضوء أو يشوف هالوز around the object يشوف أشياء غريبة وكذا، بالحقيقة هذا should be referred. Pain, discomfort or itch يعني هذا من الممكن أنه البيشنت يصير عنده discomfort يصير عنده itching، لكن true pain required
ريفيرال. شنو يعني ترو بين؟ يعني البيشنت يقول لك عندي الم، يعني هو يجزم ويعني شيء واضح بالنسبه له، يقول لك عندي الم، عيني توجعني، وجع عندي بالالم. اما بالبين الاسوشيتد وذ كونجكتيفايتس بالحقيقه ديسكرايب اس جريتي فورين بودي تايب، يقول لك انا جاي احس مثل الرمل بعيني، مثل كذا، هذا فشيء. اما انه البيشنت يقول عندي الم بعيني ويصير عليه وواضح بالنسبه له، فهذا شود بي ريفيرد، هذا نعبر عنه نسميه ترو بين. يوني اور باي لاترال اي انفولفمنت، عين وحده لو اثنين. هنا عاده اذا اكو فورن بودي اور تروما، عاده الانسان من ينضرب اغلب الاحيان عين وحده، فهذا لذلك بالتروما بالفورن بودي عاده يوجوال يوني لاترال، بينما بالكونجكتيفايتس بالحقيقه هو عاده باي لاترال، وان كانت احيانا بعض الانواع قد تبدي يوني لاترال وبعدين تنعدي العين الثانيه، لكن بصوره عامه الكونجكتيفايتس بكتيريال اور فايرال اور الالرجيك هي تصير بالاخير، تصير عندنا يوجوالي باي لاترال، اما يوني لاترال فقد يكون عنده تروما اور فورين بودي. لوكيشن اوف ذا ريدنس، هذا بالحقيقه شويه ربما صعبه علينا لكن احنا نذكرها للمعلومات. عاده اذا الريدنس هو اراوند ذا بيوبل هذا ريكوايرد ريفيرال، لانه بالحقيقه عندنا بعض الحالات الخطيره من امراض العين يصير عندنا بها الريدنس اراوند ذا بيوبل. اما بالكونجكتيفايتس فبالحقيقه الريدنس يكون جنرالايزد او احيانا توارد ذا كورنرز اوف ذا الاي، لكن البين، لكن الريدنس اراوند ذا البيوبل بالحقيقه هذا ما انديكيت سيريوس disease were required referral. هذا الجدول شوي يوضح لنا الديفرنشيشن ما بين السيمبتومز اوف ذا ثري تايب، البكتيريال والفيرال والالرجيك. مثل ما قلنا الشغله المهمه كل شيء بالحقيقه هي الديسشارج. الديسشارج بالبكتيريال يصير عندنا بيريلنت، بينما بالفيرال وبالالرجيك هو ووتري. وايضا عندنا الاسوشيتد سيمبتوم، بالبكتيريال ما عندنا عاده اسوشيتد سيمبتوم، بينما بالفيرال مثل ما قلنا عندنا كاف وكومن كولد. بالالرجيك عنده حساسيه موسميه راينايتس، وعنده ايضا فاميلي هيستوري of rhinitis or family history of allergic rhinitis. فإذا كان المريض عنده يعني حساسية موسمية وتجينا وياه عيونه حمر، هذا موستي عنده allergic conjunctivitis. عنده cough و common cold وغيرها watery discharge، هذا عنده viral. أما إذا ما عنده أي أعراض أخرى وتجينا عينه يصير عندها perilent discharge، فهذا موستي عادة bacterial conjunctivitis. بالنسبة للبكتيريال conjunctivitis مثل ما قلنا هذا البيريلنت أو الميوكا بيريلنت discharge، هذا شيء مميز بالنسبة للبكتيريال conjunctivitis. التريتمنت مالتها النان فارماكولوجيكال هي تعدي بصراحة. أول أشياء لازم نغسلها ننظفها، wash the eyelid with lukewarm water to remove any discharge، هذا الdischarge نغسله بمي دافي. وtissue should be used to clean the eye and thrown away immediately، يعني نمسحها بكنيليكس و should be discard immediately. وايضا avoid wearing contact lens، هسه راح نجي نحكي بها. وايضا عندنا regular hand washing and avoid sharing pillow and towels، لانه في الحقيقه هي مثل ما قلنا البكتيريال هذه من الممكن انه infectious يعني contagious، ممكن تعدي شخص الاخر، لذلك avoid sharing pillows and towels. المانجمنت مالتها هي البكتيريال كونجكتيفايسيس تريتمنت باي كلورامفينيكول اما اي دروب اور الاوينتمنت. تريتمنت تايم سكيل، اف ذا سيمبتوم دونت امبروف وذين 2 دايز ذا بيشنت شود بي ريفيرد. من نعطيه كلورامفينيكول اي دروب او اوينتمنت، اذا ما صار زين خلال يومين المفروض البيشنت ريفير تو ذا فيزيشن. الدوز اند ادمنستريشن، هسه راح نجي بالحقيقه على طريقه اعطاء الاي دروب. طبعا اولى الخطوات انه البيشنت يرفع راسه، يميل راسه الى الاعلى ويسحب الجفن الى الاسفل، بعدين المريض ينظر الى الاعلى ويحط القطره بهذا البوكيت اللي يصير، وبعدين يسد عينه ويضغط على الحافه. اذا اول خطوه هي يعني يرفع راسه لفوق، بعدين ينزل الجفن اللي جوا، يباوع لي فوق حتى لا تصير القطره لا تطخ بالبيوبول ويرمش وتطلع القطره من عنده. والقطره هنا نحط عاده قطره واحده بهذا البوكيت اللي يصير، ونسد العين ونضغط على هذا الحافه حتى نقلل السيستميك ابزوربشن. يبقى عندنا بالنسبه لل
Recommended dose. The recommended dose for a drop is one drop every 2 hours for the first 2 days, and then reducing to 4 times a day for the maximum of 5 days of treatment. إذن الخطرة أول يومين يستخدمها كل ساعتين، بعدين الأيام الثلاثة الأخرى بالحقيقة يستخدمها 4 مرات باليوم لمدة الماكسيمم يعني 5 أيام، يعني أول يومين يستخدمها كل ساعتين، بعدين يستخدمها 4 مرات باليوم 3 أيام، التوتال تريتمنت كورس هو 5 أيام. إحنا نقول كل ساعتين، لكن بالحقيقة sleep need not to be interrupted in order to administer eye drop. يعني يقعد الصبح من خلينا نقول يقعد بالسبعة بثمانية إلى 12 بالليل، هاي يستخدمها كل ساعتين، لكن خلال في ينام عادي. وسليب need not to be interrupted in order to administer the eye drops. هذه طريقة الآي دروب بالنسبة للتشولدرين، وأيضا تقريبا يعني نفس القريبة على يعني الأدلت. احيانا اكو طريقه اخرى يسمونها closed eye method، اذا الطفل ما يفتح عينه نحطها بهذه الطريقه. ينام ويسد عينه ونحطها بهذه الزاويه القطرات، وبعدين يظل يفتح عينه ويفسدها، يفتح عينه ويسدها، فهي القطرات تلقائيا راح تنزل في داخل العين. هاي يسموها closed eye method، ممكن نستخدمها للاطفال اذا كان عندنا صعوبه في فتح عينه. مثل ما قلنا هاي closed eye method for the administration of eye drop بالنسبة للأطفال اللي عندهم صعوبة في فتح عينهم. ايضا هذه عندنا طريقه استخدام الاي اوينتمنت، تقريبا نفس الشيء، ايضا نسحب اللور ليد ونسوي له سكويزنج يعني along the eye، نسحب اللور اي ليد اللي جوا راح يصير عندنا مثل البوكيت، ونحط الاماونت مالت الاوينتمنت ونسدها، ويسوي له عندنا continuous blinking in order to separate the ointment inside the eye.
patients who wear, مثل ما قلنا, a soft contact lens should be advised to stop wearing them while treatment continue and for 2 days afterward. This is because the preservative in the eye drops can damage the lens. مثل ما قلنا, البيشنت اللي عنده يستخدم عدسات, هذا المفروض يشيل العدسات خلال فترة التريتمنت ولمدة يومين أيضا بعد انتهاء التريتمنت. ليش؟ لأنه القطرات بها البريزيرفاتيف, خصوصا هو يعني البنزل كونيوم كلورايد, ممكن يسوي لنا دامجينج للآي لينس. Children with conjunctivitis don't need to be kept away from the school. ماكو داعي. وأيضا كلورامبينيكول آي دروب عادة نحن نحتفظ بها مثلا بالثلاجة, إذا استخدمناها مباشرة بعد خروجها من الثلاجة وهي باردة, this is will be uncomfortable. لذلك عادة advise the patient to allow them to warm up to room temperature, ننتظرها إلى أن شوية تدفى وبعدين ممكن أن يستخدمها, لأن قلنا إذا استخدامها هي باردة يكون عادة will be uncomfortable. بالنسبة للallergic conjunctivitis, التريتمنت مالتها non pharmacological advice أنه يستخدم cold compress. الcold compress يعني هاي قطعة من الشاش معقمة وعفوا يحطها بماء بارد ويستخدمها 3 إلى 4 مرات باليوم. هذا بالحقيقة يقلل لنا redness, يقلل لنا الاتشنج, بالإضافة إلى أنه avoiding or reducing the exposure to the causative allergen if possible. يعني يلبس مناظر, يبتعد عن المنطقة اللي تصير بها الحبوب الطلع قدر الإمكان. أما الفارماكولوجيكال تريتمنت فبالحقيقة عندنا 3 أنواع نقدر نستخدمها, الماست سيل ستابلايزر اللي هو صوديوم كروموغلايكيت, أو بها السيمباثوميماتيكس لايك النفازولين, أو الأنتي هستامين لايك الأنتازولين, وأحيانا القطرات بها كومبينيشن أوف دي كونجستنت أند أنتي هستامين اللي هو نفازولين أنتازولين. وهذه بالحقيقة الماست سيل ستابلايزر, مثلا تستخدم الصوديوم كروموغلايكيت 4 مرات, السيمباثوميماتيك نافازولين مثلا 3 إلى 4 مرات, الانتي هيستامين الانتازولين 2 to 3 times, وهكذا الدوزز مذكوره عندكم بالمحاضره. الديكونجستنت انتي هيستامين نافازولين انتازولين ايضا 1 دروب 2 to 3 تايمز دايلي. بالنسبة للفيرال كونجكتيفايتيس, هذه أيضا بالحقيقة الفيرال كونجكتيفايتيس أيضا هي كنتيجيوس, عادة هي سيلف ليميتنج, صح صحيح سيلف ليميتنج خلال أسبوع إلى 3 أسابيع, لكن هي كنتيجيوس, ممكن تعدي من شخص إلى آخر. لذلك نفس الأشياء اللي ذكرناها بالبكتيريال, أنه wash the hand after touching the eye, وأيضا avoid sharing towels or any other object that might come in contact with the infected eye, لأنه تعدي بالحقيقة. بالنسبة للفارماكولوجيكال تريتمنت مالت الفيرال كونجكتيفايتيس هي بالحقيقة نفسها اللي استخدمناها للالرجي كونجكتيفايتيس اللي هي الديكونجستنت والأنتي هيستامين من الممكن أنه نستخدمها. بالنسبة للستاي, بالستاي بالعامية العراقيين يسمونها حدقدقة, ممكن يسمونها جنيجل وغيرها. الستاي هي بالحقيقة هي بكتيريال انفكشن, وقد بها نوعين, قد تكون اكسترنال يعني outside the surface of the eyelid خارج الجفن, أو قد تكون internal بالداخل الجفن العين. عادة internal ستاي بالحقيقة هي شوية معدها more prolonged course than external ستاي, internal شوية طول أكثر بالحقيقة في بقائها. احيانا في بعض الاحيان هاي الستاي قد تتحول لنا الى هذا الجرانيولوما انفلاميشن, يسمونها الكلازيان اللي هي جرانيولوما جرانيولوميتوس انفلاميشن, اللي تحول لنا الى بينلس لامب. بالحقيقه يصير بينلس لامب, المريض يلزمها باصبعه يحركها منها ومنها, هي تكون عاده بينلس. مثل ما قلنا احيانا اختلاف الستاي عن الكلازيان انه الستاي اوفن هاز ا هيد اوف باس, عندها بها راس بيدخل من عندها الباس اند ذا ليد مارجن اند ويل بي تندر اند سور, عاده شويه بها احمرار وتندر. تندر يعني سنسيتيف تو تاتش, تكون بينفول بس يضخها المريض باصبعه تكون بينفول, بينما الكلازيان هي مثل ما ذكرنا تكون عاده بينلس لامب. قلنا هي bacterial infection, although the style causes bacterial infection, لكن هي بالحقيقة use of antibiotic therapy is not usually needed. هي صحيح caused by bacterial, لكن antibiotic بالحقيقة عادة usually not result in speedier symptom resolution, لذلك عادة no need for antibiotic. البيشنت طبعا with style should avoid touching the eyes and wash the hand, لأنه مثل ما قلنا هي بكتيريال, وبالتالي هذا من الممكن أنه can transmit from person to person. Without treatment مثل ما قلنا هي self limiting بالحقيقة, usually resolve within 1 to 2 weeks.
الوارب كومبريس، الوارم كومبريس احنا بالالرجيك كونجكتيفايتس استخدمنا كولد كومبريس، يعني قطعه شاي مبلله بمي بارد، اما هنا فبالحقيقه نستخدم وار كومبريس، قطعه شاي شاش بالحقيقه هي مبلله بمي دافي. هاي كل مره نحطها فد 5 الى 10 دقائق على الستاي ونعصرها، ايضا نعصرها، وهاي عاده العمليه نكررها 3 الى 4 مرات باليوم. ممكن نفتح الهيد مالتها هذا مالت الباس، وبالتالي يسوي لها درينج، وبالتالي ممكن يصير بها ريزوليوشن عاده خلال 2 دايز. هي بالحقيقه هي مثل ما قلنا، هي بالحقيقه ريزولف سبونتينيوسلي within 1 to 2 weeks، لكن هاي اذا احنا نسوي لها الوارم كومبريس من الممكن انه يسرع عمليه الهيلينج والريزوليوشن اوف ذا الستاي. الكالازيان هو ايضا سيلف ليميتنج، لكن هو بالحقيقه شويه يطول فتره اكثر، فيو ويكس تو ريزولف كومبليتلي. والتريتمنت مالتها بالحقيقه هي نفس التريتمنت مالت الستاي، ايضا وارم كومبريس كل مره 5 الى 10 دقائق، نستخدمها 3 الى 4 مرات باليوم. اذا البيشنت، لكن الكالازيان شويه عاده قلنا هاي البينلس لامب، البيشنت شويه يكون مزعجه الى، واغلب المرضى بالحقيقه يراجعون طبيب العيون فور سيرجيكال ريموفال، فاذا كانت مزعجه له وشكلها يعني مو حلو، او احيانا افكتنج ذا فيجن او اسوشيتد وذ اي بين، ففي اغلب الاحيان المريض بالحقيقه ما يقدر ما يفضل الانتظار ويكس على مود تروح، وانما يروح للطبيب ممكن يسوي لها سيرجيكال ريموفال. الكونديشن الاخرى من الايلد ديسوردر، احنا قلنا اول كونديشن بالايلد ديسوردرز اللي هو الستاي والكالازيان، الكونديشن الثانيه يسموها البليفرايتس. البليفرايتس از كرونيك انفلاميشن اوف ذا ليد مارجن افكتنج بوث اي. عاده الساين اند سيمتوم تيبيكلي البليفرايتس از باي لاترال، يعني افكتنج بوث اي. الليد مارجن هذا بيكام ريد وذ اريتيشن بيرنينج اند اتشينج. وايضا الشيء المميز هو يصير عندنا السكيلز، يصير عندنا قشرة على جفون العين وعلى الرموش both the upper and the lower. إذن البليفرايتس هو inflammation of the lid margin، يصير بها redness، يصير بها irritation، يصير بها burning، يصير بها itching، يصير بها scales، وايضا يصير عندنا اللاش ار فريكوينتلي، الرموش عاده يصير بها فريكوينتلي لوست، الانسان هذا الشخص عاده يفقد، يصير عندنا تساقط في رموش العين. البيشنت اسسمنت وذ بليفرايتس، اول الاشياء نشوف عندك غير حالات غير هذه اذر كو اكزيستنج كونديشن، ليش؟ لانه البليفرايتس بالحقيقه عاده كو اكزيست وذ اذر سكين كونديشن سوتش اس سيبوريك ديرماتايتس او الروزيسي. هاي السيبوريك ديرماتايتس انه يصير عنده القشره في وجهه واحيانا في التشيست وفي هاي المناطق اللي بيها السيبيشس جلاند عاليه، وايضا مثل ما ذكرنا يجي لنا البيشنت وياها عنده بليفرايتس، يصير عندنا ريدنس و اتشنج وسكيلز بالاي ليد. اي ايضا كونديشن اخرى ايضا يصير بها هوايه اسوشيتد عاده ويا البليفرايتس يسمونها الروزيسي. الروزيسي تختلف عن حب الشباب، انه حب الشباب يصير باعمار الشباب العشرينات قبل العشرين كذا، بينما الروزيسي بالحقيقه البيك مالته هي بعد عمر الاربعين بعد عمر الخمسين، ويصير عندنا ريدنس ويصير عندنا هاي فلاشينج، وايضا يصير عندنا هاي يسمونها البابيولز يعني هاي او الباستولز يعني هاي الرايز ريد اريا اللي وياها الباس، هاي احنا نسميها الباس، راح ناخذها ان شاء الله في محاضره مستقله ويا الاكني. فاذا عاده البليفرايتس يوجوالي اسوشيتد وذ اذر سكين كونديشن سوتش اس سيبوريك ديرماتايتس او ويا الروزيسي عاده تجي ويا البليفرايتس. الديوريشن هسه الاشياء اللي نسال عليها ايضا غير السيمتوم هي الديوريشن غير الكو اكزيستنج ديزيز، عندنا اللونج ستاندنج ديوريشن عاده لونج ستاندنج هيستوري. البيشنت هذه لونج ستاندنج هيستوري اوف سور اي از انديكاتيف اوف بليفرايتس او دراي اي بالحقيقه عاده، اذا مثل ما مكتوب انه عاده البليفرايتس هي لونج ستاندنج كونديشن.
الاي انفولفمنت كونجكتيفايتس عاده يصير از ا كومن كومبليكيشن اوف بليفرايتس، يعني البيشنت وذ بليفرايتس ايضا يصير عنده كونجكتيفايتس وريدنس اوف ذا الاي. ريسنت يوز اوف ذا برودكت بالحقيقه خصوصا هاي الكوزمتيك كان ريزلت ان اتشينج اند فليكينج سكين ذات ماي ميك بليفرايتس. فنسال المريض يا بنتم هذه هل استخدمتوا فد هاي من مستحضرات التجميل حديثا وطلعت عندكم هاي الاعراض؟ فاذا كان اكو تزامن ما بين وقت استخدام الكوزمتيكس وظهور هذه الاعراض فربما بالحقيقه هاي الاعراض هي نتيجه يعني كونتاكت ديرماتايتس ويا الكوزمتيكس. فيلد ميديكيشن ريكوايرد ريفيرال. المانجمنت ذا مين ستي تريتمنت اوف بليفرايتس يسمونها الليد هايجين. الليد هايجين اول مره العفو انه الايليد شود بي كلين with warm compress applied to closed eye for 5 to 10 minutes. أول مرة الوارم كومبريس، هذا الوارم كومبريس لأنه هي هيصير عندنا غريزي وسكيلز من الدهون، فهذا الوارم كومبلكس هذا راح يموحها وبالتالي من السهولة أنه انزيلها. فأول مرة ننظف العين بوارم كومبريس وبعدين نستخدم A diluted mixture of baby shampoo بنسبة 1:10، واحد من الشامبو 10 من المي مي دافي should be applied to the eyelid using a cotton pad، يعني هذه مثل عود تنظيف الأذن وننظف بها العين. هاي العملية نكررها twice daily initially وبعدين من الممكن أنه نقللها إلى مرة باليوم. فهذه يسمونها lid هايجين، وهذا الفيديو بالحقيقة هو يوضح هاي عملية الليد هايجين باستخدام البيبي شامبو أو يسمونها الليد سكراب أيضا اسم آخر. Then place a small amount of shampoo in the palm of your hand. Make sure to use a baby shampoo because it will not irritate your eyes. Now run some warm water into your hand. Finally mix the shampoo and water together with a clean cotton swab. When ready, pull down your lower eyelid and use the cotton swab to rub the solution back and forth on the eyelid margin. Make sure to use a fresh cotton swab for each eye. Follow up with a cool water rinse of the area. Repeat this process for the alternate eye. هذا سمينا ليد هايجين أو ليد سكراب. Failure to respond to hygiene measure required referral. وبالحقيقة improvement عادة should be expected after 4 weeks. فإذا شهر من استخدام هاي ليد هايجين ما فادت فالpatient should be referred. عندنا الكونديشن الأخرى هي subconjunctival hemorrhage، نزف بالعين، يصير عندنا rupture of the blood vessels under the conjunctiva، فيصير عندنا نسميها subconjunctival الهيموريج والعين راح تطلع لنا برايت ريد مثل ما هذه نشوفها برايت ريد. فبالحقيقه هذه السبكونجكتيفال هيموريج موست كيسز هو بالحقيقه هو ايديوباثيك، يعني اكر سبونتينوس البيشنت ويك اب باوع بالمرايه يشوف عنده العين مالته صايره برايت ريد برايت ريد مثل ما نشوف بهاي الحالات. طبعا الكونديشن ابير الارمينج بات ات از يوجوالي شنو هارملس. المريض هذا من يشوف عينه يقعد الصبح يشوف عينه بهالشكل هذا راح يخاف ويفز بالحقيقه، لكن هي لذلك يقول الكتاب يقول ذا كونديشن از الارمينج ابير الارمينج بات ات از يوجوالي عاده هارملس. لذلك اذا ما عنده البيشنت بين احنا ما عنده الم ما عنده تروما احنا هنا المفروض نطمن المريض انه سيمتوم ويل ريزولف ان 10 تو 14 دايز وذاوت تريتمنت. اما اذا كان البيشنت عنده هيستوري اوف تروما مضروب بعينه او كذا لا، هذا شود بي ريفيرد تو اكسكلود اوكيولار انجري، يخاف صاير عنده انجري من وراء التروما. ايضا من باب الاحتياط لان الهايبرتنشن احيانا بوسيبل كوز is also possible cause. That a pharmacist can advise the patient check the blood pressure matic. إذا يأخذ anticoagulant ممكن هذه خصوصا إذا كان الوارفرين الوارفرين أكو تيست إحنا نستخدمه يسمونه international normalized ratio، هذا يقيس لنا الفعالية الوارفرين. فإذا ال INR صاعدة معناتها هذه كلش صاعدة، فمعناتها هذا يعني الدوز عالية وبالتالي من الممكن أنه هو هذا اللي دي يسوي لنا bleeding. هاي ناخذها إن شاء الله ال INR. ال INR هو تيست يعني يقيس لنا فعالية
سيوله الدم، فاذا كلش صاعد معناته انه الوارفرين بالحقيقه الدوز عاليه او كذا، وبالتالي دا يصير عنده البيشنت بليدنج، وبذاك الوقت من الممكن ان نقلل الدوز مالت الوارفرين. اذا بالمختصر السب كونجكتيفال هيموريج هو يوجوالي اكر يوجوالي ايديوباثيك اكر سبونتينيوسلي، هي الكونديشن الارم لكن هي بالحقيقة usually harmless و resolve spontaneously within 10 to 14 days إذا كان البيشنت ما عنده ألم أو ما عنده تروما. أما إذا كانت بها pain, severe pain أو تروما فهذا should be referred to the physician. قلنا من باب الاحتياط نشيك الضغط إذا هذا، وأيضا إذا كان يستخدم anticoagulant مثل الوارفرين نشيك له الـ INR. الكونديشن الاخيره اللي عندنا بالحقيقه هي الدراي اي. الدراي اي از امونج ذا موست كومن ديسوردر افكتنج ذا انتيرير اوف ذا اي، وهي بالحقيقه كرونيك كونديشن وذ نو كيور. يصير عندنا ريدكشن بالتير فوليوم، قله بالدمع، يا اما مثلا زياده بالدرينج التبخر مالتها، او قله بالبرودكشن المهم، او احيانا التريشن بالكومبوزيشن مالت التير. المهم النتيجه يصير عندنا النتيجه النهائيه يصير عندنا تير ديفيشنسي، ويصير عند البيشنت الدراي اي. بيشنت اسسمنت اول مره نشوف الايج، عاده هي الدراي اي يوجوالي اسوشيتد وذ ايجينج، الانسان كل ما يكبر بالعمر يصير هاي مشاكل الدراي اي خصوصا بالبوست مينوبوزال ويمن. لذلك اذا يجينا اتز رير ان تشيلدرن، وذلك اذا جانا تشايلد ويصير عنده سيمتوم اوف دراي اي فهذا بالحقيقه شود بي ريفيرد لانه هي نادره بالاطفال. السيمتومز مالت الاي دراي اي، البيشنت يجي يشكينا يقول عندي حرقه، ممكن بيرنينج حرقه او حك بعينه اتشينج او فيلينج اوف سمثينج ان ذا اي، يعني جريتي او يصير مثل الرمل مثل التراب بعينه. هاي الاشياء اللي ممكن انه المريض يستخدمها، عندي حكه بعيني وعندي احمرار بعيني وعندي بيرنينج بعيني وعندي ريتيشن وفيلينج سمثينج يعني مثل الرمل او التراب بعينه. هاي الاوصاف اللي يستخدمها المريض. Associated symptoms عندك غير أعراض normally usually إذا بس dry eye المفروض ما عنده other symptoms، لكن إذا كان البيشنت مثلا عنده dry eye وعنده dry mouth هنا نشيك اخاف عنده ميديكيشن اللي يسوينا مثل تراي سايكليك انتي ديبرسنت او غيرها او اني دراجز اللي عندها انتي كولينرجيك سايد افكت، هاي ممكن يسوي لنا دراي ماوث يسوي لنا دراي اي. اذا ماكو ميديكيشن از نوت امبليكيتد بس عنده مثلا دراينس بالماوث ودراينس بالاي، هنا بالحقيقه اكو سم اوتو اميون ديزيزز اند شود بي ريفيرد. فالبيشنت اذا كان عنده دراينس بالماوث ودراينس بالاي نشيك هل عنده اذر ميديكيشن، اذا عنده ميديكيشن هذه من الممكن انه نستبدلها بالمشاوره مع الطبيب. اما اذا ما عنده اذر ميديكيشن ممكن يسبب لنا هاي الدراي اي فاحتمال عنده systemic diseases، وبالحقيقة كثير من بعض الأمراض مثل حتى هذا الروماتويد أرثرايتس يسوي عندنا dry eye. Sometimes the lower eyelid turn outward، احيانا هاي عينه مثل الجفن مثل ينقلب، حاله يسمونها اكتروبيان، فبالتالي هذا اكسبوز ذا كونجكتيفا تو اتموسفير، وبالتالي راح يتبخر الدمع ويصير عنده دراينس. فهذه الكونديشن يسمونها اكتروبيان، هذا تشوفون واحد جفنه نازل ايج جوه وعينه مثل الجفنه مقلوب، وبالتالي هذا يصير عنده ايفابوريشن بسرعه للتيرز ويصير عنده دراي اي، وهذا الكونديشن شود بي ريفيرد. المانجمنت هي قلنا تير ديفيشنسي، فالتريتمنت مالتها باي ارتفيشال تير برودكت اللي هي زيدنا الفيسكوسيتي اوف ذا تير وتقللنا الايفابوريشن، وهي مثل الدموع الصناعيه. احيانا هاي الدروبس ممكن يقسمونها بها البريزرفاتيف وما بها البريزرفاتيف، قلنا في اغلب قطرات العين البريزرفاتيف هو البنزلكونيوم البروكلورايد. ليش البريزيرفاتيف؟ البريزيرفاتيف بي هو صحيح يحافظ على القطره، لكن المشكله انه استخدامه لفترات طويله ممكن يسوي لنا دامج تو ذا كورنيا، فيسوي لنا دامج تو ذا كورنيا كورنيال ابيثيليوم. لذلك البيشنت اذا يريد يستخدمها لونج تيرم او الكذا فمن المفضل انه نستخدم البريزيرفاتيف فري بريبريشن شود بي كونسيدرد، من الممكن انه نفضل استخدامها لانه استخدامها لفتره طويله ممكن انه يسبب لنا دامجينج تو ذا كورنيا. ايضا فائده اخرى انه البريزرفاتيف فري انه البنزين كونيوم اتسيلف كان كوز اي اريتيشن، لذلك احيانا البيشنت مثلا شفنا عنده دراي اي وصاير عنده اريتيشن وبيرنينج وكذا واستخدمنا له قطره بها بريزرفاتيف نشوف هذا بقى
السمتوم أو ساءت بالحقيقة بعد استخدام هاي القطرة، فمن الممكن أنه نبدله إلى نحاول نبدله إلى قطرة اللي هي preservative free formulation or single unit preparations اللي هي ما بها preservative. فإذا preservative استخدامه لفترة طويلة ممكن يسوي لنا دامج، وأيضا بعد بعض الناس ممكن هو يسوي لنا irritation. فإذا البيشنت استخدم قطرة بها preservative صار عنده irritation أو ساء irritation مالته بقى أو ساءت الحالة، فمن الممكن أنه نحاول نجرب نحاول على preservative free product. طبعا أغلب البرودكت هي used on as needed basis، وهي عادة هذني للارتفيشال تير يوجوالي فارماكولوجيكلي انارت، وبالحقيقة ما عندها فد دراج دراج انتراكشن وذ اني اذر ميديسين، وحتى سايد افكت مالتها بالحقيقة هو ماينر سايد افكت. هاي البريزيرفاتيف فري دروبس مثل ما قلنا ممكن سنجل يونت دروبس يستخدمونها قطرة، هاي يستخدمها بس يحط من عندها مرة واحدة ويشمرها يعني سنجل يونت. اكزامبل على الارتفيشال تير بريبريشنز اللي هي افايلبل ان ذا ماركت، عندنا هاي التير ناتشرال اللي هي يسمونها الهاي بروميلوز هيدروكسي بروفاكسي مثل سيليلوز، هذه ايضا، وايضا عندنا البوليفينيل الكحول، هذا البوليفينيل الكحول. هذني بالحقيقه المشكله بيهن هن بالمايلد كيسز واحد ممكن قلنا اون نيد ممكن يستخدمها فد اربع مرات باليوم، لكن بالمودريت اور سيفير ريكوايرد مور فريكوينت انستليشن مور فريكوينت يوز، يعني يراد لهن استعمالات يعني باليوم فالستة او سبع مرات، اذا كان المريض يستخدمها ستة او سبع مرات بالحقيقه هذا يقلل لنا الادهيرنس يقلل لنا الكومبلاينس مالت البيشنت. لذلك استخدموا سووا الكاربوميرز، الكاربوميرز هذا حل لنا المشكله مالت الفريكوينت انستليشن لانه هو لونج اكتنج بوليمر وبالحقيقه ريكواير سيجنيفيكنتلي فيور انستليشن فيور ايوز. ايضا عندنا عفوا لوبريكيتنج اوينتمنت، ايضا هذا اللوبريكيتنج اي اوينتمنت اللي هي يعني السوفت بارافين او لانولين او ليكويد بارافين اللي هي ميلت ات ذا تمبريتشر اوف ذا اي، وبالتالي من الممكن انه تبقى بالعين. لكن المشكله بها هي سوينا بليرد فيجن افتر يوز، لذلك هي نوت ريكومندد تو يوز ديورينج ذا داي، وانما يوز يستخدمونها النايت تايم ريليف فور ذا انتنس اي دراينس، يعني يستخدمونها ات بيد تايم لانه استخدامها خلال فتره النهار يسوي لنا بليرد فيجن، وبالتالي ياثر لنا اذا سياقه عنده كذا هذه تاثر لنا عاليه. ايضا عندنا الصوديوم هايلورونيت، هاي يسمونها الهاي فريش عندنا بالعراق، وايضا ممكن انه يستخدمونها اون اس نيدد بيسز. يبقى مسألة أخرى هذه بس نحب إن الخطأ شائع بالعراق عند الناس يستخدم يقولون قطرة عين معقمة، هي بالحقيقة ليست معقمة وإنما هي استيرايل آي دروب، وإنما هي معقمة، القطرة معقمة وكل قطرات العين بالحقيقة هي معقمة. لذلك هاي احنا احيانا بعض النماذج اللي يصير عندنا بالحقيقة سوء فهم من قبل الناس لبعض المصطلحات الطبية، فأحيانا الناس يقروها يقول لك أنا أريد قطرة تعقم عيني، وبالحقيقة هي ما عندنا هيك قطرة يسموها معقمة، وإنما كل قطرات العين هي معقمة بفتح القاف وليس بكسرها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين.